موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لرئيس كوريا الجنوبية بمناسبة الاحتفال خلال أكتوبر الجاري بيوم تأسيس جمهورية كوريا، مؤكدا اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة الممتدة التي تربطها بكوريا الجنوبية. جاء ذلك خلال تلقي الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس يون سوك رئيس جمهورية كوريا الجنوبية. صرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى بحث الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون في قضايا تغير المناخ في ضوء استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار. أشار بيان مجلس الوزراء إلى أنه تمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها المجلس حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري. كما وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن الخاص بأراضي المصريين المقيمين بالخارج، وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع ورغبات الكثيرين منهم في طرح مناطق مميزة. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والرئيس الحالي لمجلس وزراء البيئة العرب ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية لإعادة صياغة منظومة متكاملة تسمح للأجيال الحالية بالحصول على حقوقها الطبيعية في التنمية وعيش حياة خالية من التلوث وتنعم بالموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية لتعزيز العمل الدولي العربي. كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر أعطت أولوية لإعداد الاستراتيجية العربية لتمويل المناخ في الدول العربية وحرصت على وضع أولويات واحتياجات الأجيال العربية القادمة في قلب العمل المناخي. أعلنت ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، وذلك تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق. وقسم حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من ولايتها، مؤكدة أنها ستبقى في منصب رئاسة الوزراء لحين اختيار رئيس جديد للحكومة البريطانية. وأشار مسؤول بحزب المحافظين البريطانية إلى أنه سيتم إجراء انتخابات عامة لاختيار زعيم جديد للحزب بحلول 28 من أكتوبر الجاري. استمرارا للجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تضر بالبيئة وغش مستلزمات الإنتاج الزراعي وجرائم غش السلع بكافة أنواعها، واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية والتي أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية. فبنطاق مديرية أمن المنوفية أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط مصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بداخله كمية تزن 39 طن أعلاف حيوانية ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. كما أسفرت الحملات عن ضبط 5 مصانع بدون ترخيص للمنظفات المنزلية والمياه الغازية والمنتجات البلاستيكية وخراطيم ري التنقيط للأراضي الزراعية بمضبوطات بلغت 21 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمواد بلاستيكية وطنين ونصف مواد خام منظفات منزلية وأكثر من 25,000 عبوة مياه غازية و66,000 متر منتج نهائي لخراطيم الري. جميع المضبوطات مجهولة المصدر. وبنطاق مديرية أمن الجيزة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شركة ومخزن ومحلين للمواد الغذائية والمبيدات والأسمدة الزراعية جميعها بدون ترخيص بداخلها 15 طن مواد غذائية مجهولة المصدر و3 أطنان أقطان مجهولة المصدر و6 أطنان أعلاف حيوانية و3 أطنان أسمدة ومخصبات زراعية. ومع استمرار الحملات الأمنية بالجيزة أسفرت نتائجها عن ضبط شركة ومركز للأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية بداخلهما أكثر من 16 طن أسمدة ومخصبات زراعية وأعلاف حيوانية جميعها بدون ترخيص، وضبط ثلاجة وشركتين للمواد الغذائية بدون ترخيص بداخلهم قرابة 12 طن مواد غذائية.
واستمرار للحملات الأمنية بنطاق مديرية أمن الجيزة. أسفرت تلك الحملات عن ضبط محلين وشركة بدون ترخيص للأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية، بداخلهم أكثر من 6 أطنان أسمدة ومبيدات زراعية وأعلاف حيوانية منتهية الصلاحية. وبنطاق مديرية أمن القليوبية تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بداخلها أكثر من طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط شركتين ومصنعين بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخلهم قرابة 4 أطنان مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك. كما شنت الأجهزة الأمنية عدداً من الحملات للتفتيش على المستشفيات. بنطاق مديرية أمن الشرقية أسفرت نتائجها عن ضبط مخالفات للاشتراطات البيئية والصحية بمستشفيين، إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية وحضانات أطفال بدون ترخيص.